يا غيرة الله، لا إله إلا الله، يا غيرة الله غيرتك ترضى يضربوني، ترضى يا علي يضربون زوجته، يضربون الزهرة أمام عيني. يا غيرة الله غيرتك ترضى يضربوني، أي وتجيني اللطمة فوق خدي وويلاه، أي وتجيني اللطمة فوق خدي تعمي كربلاء. كربلاء باب الحوائج، روح روح لابو فاضل، روح لابو فاضل. كم كانت حنينة بأولادها لما يجون الأولاد، لما خصوصا الحسين يجي، الحسين لما يجي تتحمل الألم، ابني هذا حبيب قلبي ما يتحمل يشوف أمه بهالحالة، ما يتحمل يسمع أنين ونشيد أمه. سيدتي يا فاطمة يا فاطمة، روح فاطمة كانت في كربلاء، يعني ما خلت الحسين وحده وحده وحده. كربلاء من أول المصيبة هنا، من أول الواقعة، من أول يوم عاشوراء، روح فاطمة في كربلاء. طالبين مني، طالبين مني أبو فاضل، يلا يلا يا المرضى اتوسلوا باليد المقطوعة بكف أبي الفاضل. لما سقط من على ظهر جواده بضربة العمود، تدرون وين أبو فاضل سقط على الأرض؟ لا، سقط في حجر فاطمة الزهراء. صاحت صاحت ولدي عباس، ولدي عباس. شلون ضربه، شلون ضربه، لكن اهتز لما سمع ولدي، قال عجيب عجيب، انا ابنك يا الزهراء، انا اخو الحسين، الان انا صرت ابن الزهراء، لذلك نادى اخي حسين ادركني. اقبل الحسين قال له ابو فاضل 34 سنة ما تقول لي خويا، شلون الآن تقول لي خويا؟ هاي كانت حسرة قلبي. بصوت ضعيف قال سيدي مولاي، أمك فاطمة جرأتني لما سقطت في حجرها، نادت ولدي عباس. قام منحني الضايا إلى المخيم، إيه اذكروني يوم العباس هنا، اذكروني يوم أبي الفضل العباس المحرم. لما وصل إلى المخيم هبت النسوة الخوات البنات حول الحسين وهو محدب الظهر، هذه تقول أين أخي، تلك تقول أين عمي. من شدة المصيبة الحسين ما كان بإمكانه أن يتكلم ويخبر ما جرى، أراد عمليا ينعى العباس. تدرون السوى،
أقبل إلى خيمة أبي الفاض، سحب عمود الخيمة، سقطت خيمة العباس، يعني يا بنات رسول الله راعي الخيمة على خاصرتي، وجعل ينادي الآن انكسر ظهري. هاي الصرخة الأخيرة خمس مرات يا حبيبي.